إذا نهيت زوجتي عن الخروج من منزلي أثناء غيابي عن بلدي، وقلت إذا خرجت فأنت طالق، ثم حصل أنها خرجت، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. هذا يرجع إلى نيتك، إذا كنت نويت تعليق الطلاق على خروجها فإنها تطلق إذا خرجت، أما إذا كنت تنوي لذلك منعها من الخروج ولم تريد إيقاع الطلاق وإنما أردت منعها من الخروج، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه يقع أيضا إذا خرجت، وذهب جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذا يجري مجرى اليمين، تحله الكفارة ولا يقع به طلاق لأنه يمين، لأن قصدك من هذا اللفظ منعها من الخروج ولم تقصد إيقاع الطلاق فيكون يمينا. وقد قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.